صباح الخير. اليوم في عنا سكيل 8 Use other adverb connectors correctly، يعني استخدام باقي الروابط الظرفية بشكل صحيح، موجود عندكم بالكتاب page 110. سكيل 8 ما بتختلف إطلاقا عن سكيل 7، هي مجرد امتداد لإلها، ورح نتعرف فيها على روابط جديدة وبمعانيها إن شاء الله، لحتى تسهل علينا اختيار الجواب الصحيح في الامتحان لما يكون السؤال بيتعلق بملائمة الظرف للجملة. في عنا هون مثالين، I will leave at 7 if I am ready. لاحظوا عندي هون رابط بيتعلق بالcondition. Although I was late, I managed to catch the train. في عندي be although، عندي connector of contrast. نطلع على المثال example. You will get a good grade on the exam provided. You, هي subject, will get a verb. Provided هي الconnector، راح نشوفه لقدام من ضمن الconnectors التابعة للcondition. طبعا ما انه الرابط جاي بالوسط فصحيح انه ما يكون في عندي كوما، ولكن بعد provided كرابط بدي يكون في عندي second clause اللي هو second subject and verb. لما اطلع على الخيارات بلاقي عندي studying, study, to study, you study. الجواب الصحيح بدي يكون D provided you study، لان هي الوحيدة اللي فيها subject and verb. ايش هم ال other adverb connectors we're talking about؟ We're talking about adverbs of condition, of contrast, of manner, of place. Of condition اللي هي الشرط، if إذا، in case في حال أو إذا، provided providing بشرط، unless ما لم، whether إذا ما. Of contrast although, even though while, whereas، كلها بتحمل معنى بالرغم من. Of manner as, in that، هون تيجي معناها بحيث. Place where wherever، أين وأينما. طبعا في عندي هون مثال، Bob went to school even though he felt sick. طبعا جاي الكونكتر هالمرة بالوسط، ما في عندي كوما، في عندي subject وverb، وفي عندي كمان بعد الكونكتر subject and verb. الادرب كونكتر جاي بالبداية even though Bob felt sick، فأكيد بدي يكون في عندي كوما قبل second subject he went to school، تماما مثل ما بينطبق على skill 7 time and cause connector، بينطبق على هدول ال other adverb connectors. إذا الرابط في الأول بيكون في عندي كوما بوسط الجملة قبل ال second subject، أما إذا كان ال connector في الوسط ما بيكون في عندي كوما. طبعا skill 7 و skill 8 مختلفين تماما عن skill 6 اللي أخذناه عن ال coordinate connectors. ال coordinate connectors مكانهم فقط في وسط الجملة وإجباري مسبوقين ال connectors نفسهم بكوما. هاي الملاحظة اللي عندي هون، النوت، a comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. يعني في الغالب بيستخدم كوما حتى مع الرابط اللي بيعني الكونتراست، يعني من ضمن دول الرابط الكونتراست although, even though, while, whereas. إذا إجوا بالنص هدول كحالة استثنائية على الأغلب بيجي معاهم كوما، لكن هاي القاعدة انسوها. برجع أكد وأذكر إنه هاي القاعدة انسوها. احنا اتفقنا المدرسين فيما بيننا انه هاي المهارة ما نحسبها، او هاي النوع من المهارة، يعني انه مهارة انك تكتشف انه هذا الكونكتر هو له دخل بالكونتراست، وانه في بعض الاحيان اذا بيجي بالوسط انه نعتبره صحيح، وجود الكوما معاه نعتبرها صح. هاي الايديا كلياتها forget about it، فقط ركزوا على القاعدة العامة الجنرال ايديا انه الكونكتر of adverb إذا كان مكانه in the middle مستحيل يكون صح يكون مسبوق بكوما. يعني في الامتحان إجا عندكم while أو even though although whereas في وسط الجملة وكان في كوما معاهم، اعتبروا أن الجملة incorrect فيها extra كوما، اعتبروا جملة خطأ فيها كوما زيادة أو في غير محلها. يعني القاعدة هاي والنوت انسوها تماما وما تاخدوها بعين الاعتبار في الحل بالامتحان، وهذا الشيء تم اتفاق عليه بين المدرسين على انه ما نعتبرها كقاعدة لانه ممكن تسبب confusion، ولانه اصلا ما بنحكي in always used with in the middle of the sentence، لانه هي often used يعني في على الارجح وفي الغالب، وهذا ما بيعطيها انها قاعدة عامة. نشوف exercise 8 تمرين. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. It is subject and verb. If he'll connector in the middle, you lack
second subject and a verb في الجملة correct. The commandment left strict orders about the passes, comma, several soldiers left the post anyway. The commandment subject, left verb, comma in the middle. Several soldiers, he is second subject and a verb. الجملة هي incorrect فيها missing connector. يعني عندي two clauses, two subjects, two verbs, a comma in the middle, وما في عندي connector. Number three. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. No one, he is subject, is admitted to the he verb, to the academy complement, unless he connector جايب الوسط ومكانها صحيح ما فيها مشكلة وما في عندي comma فهي استخدامها لحد الآن صح. He or she, he is second subject, the education requirements, he complement. فما في عندي فعل بعد الهي والشي لكلاز الثاني. فunless هي connector بيربط بين جملتين وجملتين لازم يكون فيهم subject verb. فالجملة هاي incorrect فيها missing verb. Number four. While most students turned the assignments in on time, a few asked for an extension. While هي connector جاي في بداية الجملة. Most students هي subject turned verb. في عندي comma بوسط الجملة قبل second subject اللي هو a few asked اللي هي الverb. في عندي connector جايب الأول a comma in the middle two clauses with two subjects and two verbs فالجملة correct. Number five. I will take you wherever need to go to complete the registration procedures. I subject will take verb whatever heel connector need. في عندي على طول verb ما في عندي subject. ف sentence number five incorrect فيها missing subject. Number six. I will wait here in the airport with you whether the plane leaves on time or not. I, subject, will wait, verb, whether, هي الconnector in the middle, وما في عنده كما في استخدامه صح. The plane, the second subject, leaves, هي الverb. فبالتالي جملة صحيحة فيها two clauses, two subjects, two verbs, and a connector in the middle with no comma. فبالتالي جملة رقم ستة صحيحة. Number seven. Providing the envelope is postmarked by this Friday, your application still acceptable. Providing here connector, جاي بداية الجملة. The envelope, he is subject, is postmarked verb. Comma in the middle, وهي شيء صحيح لأنه connector في الأول. Your application second subject, still acceptable. ما في عندي verb, because still is not a verb. الجملة هاي incorrect, فيها missing verb. Your application is still acceptable. فجملة رقم سبعة غير صحيحة فيها missing verb. Number eight. As the nurse already explained, all the visitors must leave the hospital room now. As he is the connector, the nurse subject, explained verb. في عندي all visitors, the second subject, must leave the second verb. But where is the comma? لأنه الconnector في الأول. فجملة رقم eight هي incorrect فيها missing comma. لأنه إذا كان الconnector of adverb جاي في بداية الجملة لازم يكون في عندي comma قبل second subject وما أنا ما في عندي ولا أي comma. Number nine. This exam will be more difficult than usual in that it covers two chapters instead of one. This exam, he is subject, will be verb. In that, he is connector, جاب الوسط. It covers second subject and second verb. فالجملة رقم تسعة صحيحة 100% correct ما فيها أي مشكلة. Number 10. Though snow had been falling all day long, comma, everyone cut to the church on time for the wedding. Though هي الconnector جاي بداية الجملة. Snow subject had been falling verb في comma لأنه الconnector جاي بالأول فلحد الآن أمور صحيحة. Everyone second subject وcut هي second verb. فالجملة أيضا correct. ما فيها أي مشاكل. هذا كل شيء بيتعلق بالروابط أو السكيلز اللي تتعلق في الروابط سكيل 6, 7, and 8. إن شاء الله راح نشوفكم في فيديوهات تانية تتعلق بباقي مادة السكند في خلال طبعا الأسبوع هذا راح يكون نازلين. يعطيكم العافية ونشوفكم بفيديو جديد.